بسم الله الرحمن الرحيم. الحين بنتكلم عن اللوجيكال اوبريتورز. واللوجيكال اوبريتورز هم اربعة، اللي هو الاند بالعلامة هذه، او الاور علامة هذه، او الاكس اور علامة هذه، او النوت اللي هي العلامة هذه. اول ثلاثة فيهم ياخذون معاملين، والثانية بس تاخذ معامل واحد. مثل ما نلاحظ ان كل المعاملات اللي قبل واللي عقب، او هني بالنسبة حق هذه اللي عقب، كلهم نوعهم بوليان. لازم يكون الجزء هذا بوليان والجزء هذا بوليان، يعني الجزء هذا نتيجته تكون يا ترو او فولس، والجزء هذا نتيجته تكون يا ترو او فولس. عندنا هني الجدول اللي بيقول لي النتائج اذا استخدمنا الاند والاور والاكس اور والنوت. فلو فرضنا الجزء الاول هني بالنسبة حق الاند يكون واحد من هذيل، والجزء الثاني سواء بالنسبة حق الاند او الباجي يكون واحد من هذيل، شنو الناتج بالنسبة حق الاند او الاور او الاكس اور او النوت؟ فبالنسبة حق الاند كل النتائج تكون خطأ، ما عدا إذا كانت أو كان الجزئين اللي قبل واللي عقب ترو. يعني إذا كان الجزء اللي قبل الآند واللي بعد الآند كلهم ترو، راح تكون النتيجة ترو. أما إذا كان واحد منهم على الأقل فولس أو اثنينهم، فبالتالي النتيجة تكون فولس. بالنسبة حق الأو العكس تقريبا، كل النتائج راح تكون ترو ما عدا واحدة منهم فولس إذا كانوا الثنتين فولس. فإذا كانت واحدة منهم على الأقل ترو، فبالتالي النتيجة راح تكون ترو. أما بالنسبة حق الإكس أور، الإكس أور تكون لازم واحدة بالضبط ترو وواحدة ثانية فولس. ما يفرق إذا تكون الأولى ترو والثانية فولس، أو الأولى فولس والثانية ترو، هي اللي راح تحقق النتيجة ترو. أما إذا كانت اثنينهم ترو أو إذا اثنينهم فولس، راح تكون النتيجة فولس. أما بالنسبة حق النوت فهي تعكس، فإذا كانت هي ترو راح يكون ناتج فولس، وإذا كانت هي فولس راح يكون ناتج ترو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين راح نفتح بعض الملفات اللي راح نطبق فيها الشرح السابق. بالنسبة حق البرنامج الأول، راح ناخذ الحين عملية الاند. واحنا قلنا إذا الاند كان اثنينهم ترو راح يكون ناتج ترو، وراح نشوفه بعد شوي لو سوينا كومبايل ورن. لو كان الأولي ترو والثاني ترو راح يكون ترو. أما في الحالات الثانية اللي واحدة منهم ترو واحدة فولس، أو اثنينهم فولس، راح يكون شنو؟ فولس. فإذا كان موجود واحدة منهم على الأقل فولس، فالنتيجة فولس. أما إذا كان اثنينهم ترو، راح يكون ترو. فهني هذا إذا احنا حاطين ترو. لكن ممكن احنا كذلك نحط معادلة أو مقارنة، والمقارنة تكون نتيجتها ترو أو فولس. فلما أقول N1 يساوي N2، هل N1 تساوي N2؟ صح، إذا هذه صحيحة. وأقول له AND N1 لا تساوي N3، N1 7 وN3 9، فبالتالي الـ N1 لا تساوي N3، هم هذه صحيحة. فإذا كان صح وصح، إيش راح يعطيني؟ يعطيني نتيجة صح. بالنسبة حق الحالة الثانية، N1 يساوي N2، صح، لكن N1 لا تساوي N3، لا، خطأ. مدام في واحدة خطأ، إذا الناتج راح يكون خطأ. N1 أكبر من N2، لا، خطأ. إذا أكيد الناتج خطأ، ما يحتاج تشيك الجزء الثاني. بس هو راح يشيك الجزء الثاني، لأن بالطريقة هذه راح يشيك الثنتين. لكن حتى لو كان الأولى خطأ، راح يشيك على الثانية. فإن واحد أصغر من إن ثلاثة صحيحة، لكن الناتج كله راح يكون خطأ. وبالحالة الأخيرة هذه، إن واحد أصغر من إن اثنين خطأ، وإن واحد أكبر من يساوي إن ثلاثة هم خطأ، بالتالي يعطيني النتيجة خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين راح ننتقل إلى البرنامج الثاني، وراح نسوي له كومبايل، وراح نسوي له رن، وراح نشرح. الحين نفس اللي مساء تقريبا، بس بدال لا نستخدم الاند استخدمنا الاور.
وقلنا احنا في الشرح السابق ان الاور دائما راح يكون نتيجتها ترو اذا كان واحد منهم على الاقل ترو، اما اذا كان اثنينهم فولس فالناتج راح يكون فولس. مثل ما نشوف هنا ترو ترو يعطينا ترو، ترو فولس هم يعطينا ترو، فولس ترو هم يعطينا ترو، لكن اذا كان فولس وفولس يعطينا فولس. فهني في الحالة الأولى ان واحد يساوي ان اثنين صح، ان واحد لا تساوي ان ثلاثة صح، وبالتالي النتيجة راح نلقاها ترو ما دام اثنينهم صح. هذه ان واحد يساوي ان اثنين صح، ان واحد تساوي ان ثلاثة خطأ، لكن راح يعطينا صح لان واحد منهم اللي هو الاولي صح. ان واحد اكبر من ان اثنين خطأ، ان واحد اصغر من ان ثلاثة صح، ما دام واحدة منهم صح اذا الناتج راح يكون صح مثل ما نشوف هني. اما الاخيرة ان واحد اصغر من ان اثنين خطأ، ان واحد اكبر من يساوي ان ثلاثة هم خطأ، ما دام اثنينهم خطأ اذا الناتج النهائي راح يكون خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين بننتقل للبرنامج اللي بعده وراح نسوي له كومبايل وراح نسوي له رن. والحين هذا الاوبريتر الثالث اللي هو العلامة هذه اللي هي تمثل XOR، ومثل ما شرحنا سابقا XOR راح تكون خطأ اذا كانوا اثنينهم نفس الشيء، اذا كان ترو ترو او فولس فولس راح يعطينا خطأ مثل ما نشوف هنا. اما اذا كان واحد منهم ترو والثاني فولس او يعني سواء الاولي او الثاني فبالتالي يعطينا ترو، يعني واحدة لازم تكون عكس الثانية عشان يعطينا ترو، اما اذا كانوا نفس الشيء يعطينا فولس مثل ما نشوف هنا. ولو جينا حق هني المثال ان واحد يساوي ان اثنين صح، ان واحد لا تساوي ان ثلاثة هم صح، ما دامهم اثنينهم صح اذا الناتج راح يعطيني فولس. اذا كان ان واحد يساوي ان اثنين هم صح، ان واحد يساوي ان ثلاثة خطأ، واحد صح واحد خطأ اذا النتيجة صح، وبالتالي هني النتيجة صح اللي هي ترو. ان واحد اكبر من ان اثنين خطأ، ان واحد اصغر من ان ثلاثة صح، واحدة خطأ واحدة صح اذا النتيجة النهائية راح تكون صح. ان واحد اصغر من ان اثنين خطأ، ان واحد اكبر من يساوي ان ثلاثة خطأ، وبالتالي بالحالة هذه راح يكون فولس لان الثنتين كلهم فولس. بسم الله الرحمن الرحيم. والحين راح ننتقل الى البرنامج اللي بعده، راح اسوي كومبايل ونسوي رن وراح نشوف هني. هني عندنا في البداية ان عرفنا الارقام وعرفنا البي 1 هي ترو والبي 2 هي قيمتها فولس، وقلنا هني اذا كان الشيء ترو النوت ماله يعطيني فولس، واذا كان هو فولس العكس ماله راح يكون ترو. فهني نوت ترو يعطيني فولس، نوت فولس يعطيني ترو. فلو جينا الى اي عملية من العمليات ان واحد يساوي ان اثنين صحيحة فهذه يعطيني ترو، لكن لما احط قدامها نوت راح يعطيني فولس. لما اقول له ان واحد اكبر من ان اثنين، طبعا ان واحد مو اكبر من اثنين فهذه خطأ، اذا خطأ واحط قدامها العلامة هذه راح تصير شنو؟ صح. بي واحد يساوي بي اثنين، بي واحد تساوي بي اثنين، لا خطأ مو متساويين، واحدة ترو واحدة فولس، اذا هذه نتيجتها فولس. لكن لما احط النوت قدامها راح تصير ترو. بي واحد اند بي اثنين، لازم اثنينهم صح عشان يعطيني صح، لكن واحدة صح واحدة غلط ما دام اند فيعطيني غلط، لكن لما احط قدامها علامة النوت يعطيني ترو. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة حق logical operators في يعني خلينا نقول نسخة ثانية منها يسمونها short circuit، والشورت سيركت يعني هي خلينا نقول هي عملية مختصرة شوية لمعرفة النتيجة عن اللوجيكال اوبريتورز العاديين. عن طريق شنو؟ عن طريق ان انا عندي مقارنات، واذا انا قدرت اعرف من الجزء الاول من المقارنة النتيجة النهائية للمقارنة فبالتالي ما يحتاج انا اكمل في المقارنة او اشوف الجزء الثاني. مثال احنا قلنا مثلا في حالة الاند، طبعا هي شورت سيركت تكرر مرتين سير اند اند او اور 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 مع بعض ثنتين، هذه يسمونها شورت سيركت. احنا قلنا سابقا في حالة الاند اذا
واحدة منهم خطأ، فبالتالي أنا أعرف النتيجة أنها راح تكون خطأ. لكن إذا واحدة منهم الأولى مثلا نقول إذا كانت ترو، ماني ضامن أن النتيجة راح تكون ترو، لأن هذه ترو والثانية ترو راح صارت ترو، لكن هذه ترو هذه فولس صارت فولس، فمن النتيجة الأولى ما أعرف. لكن إذا كانت الأولى فولس يعني بالنسبة لحالة هذه، حتى لو الثانية تكون ترو راح تكون فولس، أو لو كان ثاني فولس راح تكون فولس، فالنتيجة دائما فولس إذا الجزء الأول فولس. فأنا هني بالنسبة حق الأند أند، إذا أنا قدرت وعرفت إن الجزء الأول فولس خلاص، يقول لك ما يحتاج تشيك على الجزء الثاني، لأن النتيجة دائما راح تكون فولس، وبالتالي هذه يسمونها شورت سيركت. أما بالنسبة حق الأور فهي تقريبا العكس، دائما انا اذا كان الجزء الاول ترو فالنتيجه دائما راح تكون ترو، لكن الجزء الاول اذا كان فولس يمكن يكون ترو يمكن يكون فولس، فهني ما اقدر استنتج، لكن بحاله الترو اقدر استنتج النتيجه. ففي حاله الاور اذا كان الجزء الاول ترو ما يحتاج اشيك على الجزء الثاني هل هو ترو او هو فولس، لان النتيجه دائما راح تكون ترو. ويعني هذا اللي يعني تسوي لغة الجافا بالنسبة حق الشورت سيركت، اللي هو ما تشيك الجزء الثاني إذا قدرت أستنتج النتيجة من الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين احنا راح نفتح بعض الملفات اللي خاصة في الشورت سيركت. عندنا البرنامج الأول، احنا قلنا ان الشورت سيركت هي عبارة عن بالنسبة حق الاند اند اند مع بعض، فتصير اند اند، وقلنا اذا قدرت استنتج من الجزء الاول النتيجة فما يحتاج تشيك على الجزء الثاني. فبالتالي هني في الحالة هذه ترو ما راح يعني خلينا نقول يقدر يستنتج النتيجة، فراح يشيك على الجزء الثاني. لكن بالنسبة حق الجزء الثاني اذا كان الجزء الاول منه او اخر ثنتين هني اذا كان الجزء الاول منه فوز، فالنتيجه النهائيه فوز بدون لا يشيك على الجزء الثاني. هني نشوف احنا ان العمليات هذه ان واحد يساوي ان اثنين صحيحه، لكن هو راح يشيك على الجزء الثاني حتى يتاكد النتيجه النهائيه راح تكون صحيحه ولا لا. ان واحد لا تساوي ان ثلاثه صحيحه، بالتالي صارت عندنا هني ترو. ان واحد تساوي ان اثنين صح، ان واحد اكبر منه يساوي ان ثلاثة خطأ، فالنتيجة راح تكون خطأ. ان واحد اكبر من ان اثنين خطأ، فبالتالي ما راح يكمل السؤال هني وراح يعطيني النتيجة خطأ. ان واحد اصغر من ان اثنين خطأ، وبالتالي ما راح يكمل يسأل عن هذه لانه خلاص عرف النتيجة فيعطيني غلط غلط. واحد يقول زين شو الفائدة نحط هذيك ولا هذه، كلهم راح يعطينا نفس النتائج. صح بالنسبة حق هذه يمكن يعطيك نفس النتائج، بس بعدين راح نشوف أمثلة ثانية راح تفرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين راح نفتح الملف الثاني وراح نسوي له كومبايل، وبعدين راح نسوي له رن. الحين نفس اللي سويناه من ساعة، بس الحين راح نتكلم عن الأور، فالشورت سيركت حق الاور. وقلنا احنا بحالة الاور اذا كان احنا عرفنا النتيجة من الجزء الاول اللي هي اذا كانت ترو، اذا كان ترو الجزء الاول فبالتالي النتيجة النهائية راح تكون ترو بدون لا يسأل عن شنو هو الجزء الثاني، فبالتالي حالتين دولتين راح يكون ترو. لكن اذا كان الجزء الاول فولس اني ما اقدر استنتج، فلازم اكمل واسأل عن الجزء الثاني عشان اعرف النتيجة. فهني ان واحد يساوي ان اثنين صح، فبالتالي ما راح يسأل هني، لأن إذا كان واحد منهم على الأقل صح النتيجة تكون صح ويكون هذا ترو. إن واحد يساوي إن اثنين صح، بالتالي ما راح يسأل عن هذه وراح يحط النتيجة ترو. إن واحد أكبر من إن اثنين خطأ، هني ما راح يقدر يستنتج النتيجة، إذا لابد يسأل عن الجزء هذا ويشيك إذا كان صحيح أو لا حتى أساس يعرف النتيجة. فإن واحد أصغر من إن ثلاثة صح، وبالتالي راح تكون النتيجة ترو. ان واحد اصغر من ان اثنين خطا، ما يقدر يستنتج النتيجه، اذا لابد انه يكمل راح يسال عن هذا. ان واحد اكبر من يساوي ان ثلاثه خطا، وبالتالي اثنينهم خطا، اذا الناتج راح يكون خطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين راح نفتح بعض الملفات اللي عندنا، هالملفين راح نفتحهم، اللي هي راح نسوي مقارنه بين اللوجيكال اوبريتورز مع الشورت سيركت لوجيكال اوبريتورز.
هنا عندنا الان واحد يساوي صفر، ان اثنين يساوي سبعة، ان ثلاثة يساوي تسعة. وهني استخدمنا الشورت سيركت اند، والجزء الاول هني ان واحد لا يساوي صفر، مع ان الان واحد هني صفر. فهل اقول هل هي صحيحة ام خاطئة ان واحد لا يساوي صفر؟ لا، الان واحد صفر، فالصفر يساوي صفر مو لا يساوي صفر، اذا الناتج هني خطأ. واحنا قلنا في الشورت سيركت اذا قدرت استنتج النتيجة النهائية منها بناء على الجزء الاول ما يحتاج اشيك الجزء الثاني. الجزء الاول اللي هو خطأ، والاند اذا كان الاول خطأ النتيجة النهائية راح تكون خطأ مهما كان ناتج الجزء الثاني، حتى لو كان صح راح يكون ناتج خطأ، مع ان الجزء هذا ممكن يسبب لي يعني ايرور في بالنسبه حق البرنامج اللي راح يوقف البرنامج، والسبب اني قاعد اقسم على صفر. فسبعه تقسيم صفر، ان اثنين تقسيم ان واحد، سبعه تقسيم صفر، واذا اي شيء تقسيم صفر يعطيني مثل ما تقول لا نهايه، فبالتالي راح يكون في خطا. لكن هو ما نفذ الجزء هذا، لو سوينا كومبايل ونسوي رن راح نلقى اعطانا الجزء الاول قال لنا فولس بدون لا تشيك على هذه. لكن لو شلناها وحطينا شلنا هذه وخليناها بس واحدة، حتى لو كان الجزء الأول خطأ راح يشيك على الجزء الثاني، وبالتالي راح يعطيني عليه خطأ مثل ما احنا مسوين هنا. هذه راح يعطيني عليها خطأ ويوقف البرنامج، لذلك انا سويتها كومنت. احنا مثل ما احنا عارفين ان الكومنت اوقف عمل هذا السطر، او ممكن استخدم طبعا الكومنت حق كتابة الملاحظات والشرح. بالنسبة حق الجزء الثاني هني قاعد استخدم الاند اللي هي مو شورت سيركت. فهني بالنسبة للحالة هذه قلت له ان واحد اكبر من ان اثنين، ان واحد مو اكبر من اثنين هي اصغر، فبالتالي هذه خطأ. مع ان هذه خطأ لكن هو راح يجي حق الجزء هذا وراح ينفذ الجزء هذا. انا لحد الان عندي الان واحد هي صفر. انا ايش قلت له هني؟ قلت له الان واحد تساوي ثلاثة، اني قاعد اقول له خزن الثلاثة في الواحد في الان واحد. اذا الان واحد تغيرت قيمتها وصارت ثلاثة، واقول له هل الان واحد بعدها اكبر من الخمسة؟ اذا كانت الان واحد اكبر من خمسة لا هي لا، فاذا هذه خطأ. فاذا النتيجة النهائية راح تكون خطأ، واعطاني خطأ فما في مشكلة. لكن بعد هذا بتأكد الحين الان واحد هي صفر ولا هي ثلاثة. اذا هي صفر معناته ما نفذ الجزء هذا، إذا هي ثلاثة معناته نفذ الجزء هذا، لذلك غير الان واحد. فلما ينطبع الان واحد هني أعطانا ثلاثة، إذا هو قدرنا نثبت أنه هو نفذ هذا وغير الان واحد إلى ثلاثة، مع أن الجزء الأول خطأ. لكن لو حطينا هذه هني ما راح ينفذها، وبالتالي راح تتم قيمة الان واحد هي نفسها صفر. الجزء هذا ان واحد أكبر من ان اثنين طبعا خطأ، و فمثل ما قلنا ان واحد مو اكبر من اثنين، فهني ما راح ينفذ الجزء هذا. احنا طبعا ردينا الان واحد خليناها صفر هني، فلما اطبع هني الان واحد ردت وطبعت صفر، وهذا دليل ان الجزء هذا ما تنفذ. ليش الجزء هذا ما تنفذ؟ لان الان اكتفت قالت هذا خطأ، اذا ما احتاج انفذ الجزء هذا، اذا كنا هذا مو موجود، فبالتالي صارت الان واحد مثل او كان يعني تمت الان واحد مثل ما كانت اللي هي صفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين راح ننتقل للبرنامج الثاني. البرنامج الثاني راح نسوي الكومبايل ونسوي له رن، وراح نشوف هني الان واحد عندنا صفر، والان اثنين قيمتها سبعة، والان ثلاثة قيمتها تسعة. وعندنا هني العلامة الاور اللي هي العادية مو شورت سيركت، اللي هي راح فول سيركت، راح يسأل حتى لو عرف النتيجة من الجزء الاول راح يكمل السؤال. فان واحد اصغر من ان اثنين، صفر اصغر من السبعة صح، اذا صفر اصغر من سبعة فهذا صح. لكن بما ان هذا صح ما راح يوقف، لان هذه تقول لكم انا ما لي شغل، حتى لو اعرف النتيجة من هنا راح اسأل سؤال ثاني. السؤال الثاني شو يقول؟ يقول خزن ثلاثة في الان واحد، وبعدين بعد ما تخزنها في الان واحد تشيك على هل الان واحد اكبر من خمسة ولا لا. فالان واحد صارت ثلاثة الحين، هل هي اكبر من خمسة؟ لا مو اكبر من خمسة، فالجزء صح وهذا خطأ، اذا النتيجة راح تكون true. لكن احنا غيرنا الان واحد صارت ثلاثة،
فلما هني جيت اطبع ال N1 اعطاني القيمة الجديدة حق ال N1، لان هذا كمل الشرط هني او كمل عملية المقارنة. لان هني غيرنا ان واحد صارت ثلاثة، رديناها كما كانت عشان نبي نرجعها كما كانت حتى نقارن وهي صفر. فهل ال N1 اصغر من ان 2؟ طبعا صح، هني قاعد استخدم مقارنة الشورت سيركت. شورت سيركت انا من الجزء الاول ما دام هو صح في حالة الاور، اذا الناتج كله راح يكون صح بدون لا اتشيك على الجزء الثاني. اذا الناتج صح هذا ما راح اتشيك عليه، اذا قيمة ال N1 ما راح تتغير، ان واحد راح تتم كما كانت. لما يجي اطبع ال N1 عقب راح يطبع لي ال N1 اللي هي صفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين راح نشوف بعد الـ يعني operations اللي اخذناهم او operators اللي اخذناهم في هذا الدرس شنو راح يكون الترتيب اللي وصلنا له لحد الان. عندنا هني الترتيب السابق كما هو، وراح ندش العملية هذه في المستوى الثاني مثل بلس بلس وماينس ماينس او بلس والماينس اليونري اللي قدام الرقم نفسه راح تكون وياهم، اللي هي عملية القلب اذا كان true يصير false اللي تقلب النتيجة، او اذا كانت false تصير true. عندنا الاند اللي هي full circuit بوليان اند يسمونها، ممكن نطلق عليها، او عندنا الاور اللي هي نفس الشيء فول سيركت، او عندنا قصدي الاكس اور هذه وهذه الاور. عندنا هذه راح تكون في المستوى السابع بعد عملية المقارنات، وهذه في المستوى الثامن، وهذه في المستوى التاسع. يعني اذا هذه موجودة وهذه وهذه، راح يسوي هذه اول بعدين يسوي هذه بعدين يسوي هذه، حتى لو كانت مثلا هذه قدام هذه. الـ AND اللي هي Short Circuit AND راح تكون بالمستوى العاشر، والـ OR بالمستوى 11، وبعدين هذه Conditional Operator راح تكون مستوى 12، وعندنا العلامات هذه كلها أو عملية Conditional قصدي Compound Assignment اللي هي راح تكون في المستوى الأخير مع الـ Assignment.